السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بجمعة كيسر قليب الصاد، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية. الخيرات تنوريوها الجالية المغربية والناس وللمدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 16 جوج 2024. الله عليك يا سيدي، والله إلا فكرتيني. أيوا لا أنا ما فهمتيش، دابا مع كبرت وليت عندي زايمر شويه، لكن زايمر شويه. وترى بيت نقول فيه كامل لي، ودابا مع ثلاثة الصباح قلت التاريخ. كل شيء خدام، كل شيء خدام، كل شيء خدام. الله يكملك. وبشحال بعتي لهم الشيت؟ شي 70 درهم. والكبده والقلب؟ 2600. وشو جات الشي تاع الورسيس والبور والكبده؟ اي وهاد التقريه بشحال غتبيع؟ 600 شهر مخلطه. وحده 40 درهم. هي 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 مليح. هاتوا سلاح لا عرفت عرفت السلعه ما نهدروش عليها. وهذاك اللحم الراس 60 درهم مخلط وحده 70 درهم. لا عندك عندك حق وعندك جوج. بشحال بعتي لهم الشيء؟ شيء 70 درهم. والكبده والقلب شحال تاخذ بها؟ 2600. ما كاين باس عندك. ولحم الراس؟ لحم الراس 60 درهم. كاين الثمن في واحد. كاين الثمن. وكثير قرب رمضان بديتي. وشحال غتبيع التقليه اليوم؟ 600 درهم. وبعدها شحال؟ 40 درهم. و35 لا؟ الله يحفظك. حتى هذا الراجل راجل صاحبنا هنا في جمعة كيسر. الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان والحباب تاعنا في المكان. وبشحال اليوم هذا اللحم الراس؟ 1000 ريال اخويا مخلط. 1000 ريال مخلط. واللي بغى وحده شحال؟ 70 درهم. وهاد القرية شحال داير ليها؟ 30 درهم. مخلطة؟ مخلطة. وحدة؟ شحمة. ما كايناش. هيا شاري الغلا. هيا شاري الغلا. كاين الغلا. كاين شي حاجة رخيصة. كلشي كاين الغلا. الله يدير شي تاويل تاعك. وهاد الشيء بشحال؟ 70 درهم. والكبدة والقلب؟ 2800. كل ما مقاديش في الثمن. شي تيقول 2600 وشي يقول 2800. وكله يقول كلامه. كله يتفربو كي بغا. شاري وشاري. اي كاينة. كاينة. هذا السي تامي راجل ضرافات وراجل زين والسلعة مليحة. تبارك الله ما عندي ما نقول. مزيان. الله يبارك فيك. انا خويا مليح انا. تبارك الله. تبارك الله. وبشحال بعتي الخيرات اليوم؟ هذا السلعة الشي داكشي. الشي بشحال درتو لي؟ 80 درهم. الشي؟ والكبدة والقلب؟ 150 درهم. 150 درهم. وكاين ما يدار؟ راه كاين ما يدار؟ يا سي الزيتوني كاين ما يدار؟ 82000 ودعمك. والتقليه بشحال غتبيع اليوم السي التامي؟ 40 درهم. ماشي وحده مخلطه. مخلطه 40 درهم. واسي تم وبيني وبينك راك تفيتم. راك فيتم. عندي الغلا راك شاري فوادات ياك كاع فوادات كاع دواور كاع الخيرات كاع فوادات كاع دواور ولا خاصك اش تشري البليحه ها ولي بغا وحده بشحال غتبيعها؟ 50 150 درهم. 150 درهم بصي كاين المليح. وهاد اللحم الراس بشحال؟ اللحم الراس 1200 مخلط. ووحدو؟ وحدو 1600. وانت كاع زيد فيها الستان؟ اي انا راه ما
يقول لي تبارك الله لعبك واحد ياك بخير. هذا دريس وعبد واحد صحاب هنايا في جمعة الكيسر شكار الزرقاء ومشروكين بحال بحال. شحال اخويا عبد واحد لحم الراس اليوم؟ ألف ريال مخلط وحده؟ وحده صافي قد قد. وهاد التقلية بشحال غتبيع اليوم؟ مخلطة وانت قلت 700 وشي واللي قالوا 600 واللي قال 800 مخلطة. مرحبا ما تبيعش الحرفي؟ الحرفي ما بقى حرفي. ما بقى حرفي والشي بشحال غتبيعيه؟ والكبدة والقلب هاد الخيرات في جمعة كيسر تنوريوها لجميع المشاهدين حبايب تونا. اهلا سي هشام نهار سيد ياك بخير راشد. وشحال بعتوا الخيرات اليوم؟ راس 1200 مخلطة. وقول لي يا سي هشام شيتي قول لنا 1000 شيتي قول لنا 12 تنديروا الصغار ما تنديروش الكبار واحد خير كل شي صغر راسي. وهشام ما عندي ما نقول زيدوني واش مليح كي داير راه 80000 هذا بعد عرفت من اللحيه ياك عرفتو عبد الطيب اللي في المر في الحوادث عرفت حاجه مليحه ومعقول. ولي بغا وحده بشحال غتبيع يا خويا؟ وحده ما كاينش ابو الزيتون انا بغينا نبداو لنا بقوصه هادشي اللي كاين. والتقليه؟ التقليه 700 درهم. ولي بغا وحده حتى هي؟ وحده بريال تبيعها ب 1000 وحده؟ نبيعها ب 1000 باش يدير بحالك بحال سيدي حجاج البارح وهذا الشيء بشحال تبيع فيه الشيء؟ 70 درهم ابو الزيتون. والكبده والقلب؟ 2800 لكن بيدار كاين حنا عزيز علينا التاق المعقول كاين ابو الزيتون تبارك الله على السي هشام غنديروا زحراميات ما نديروا طرافي واش كاع ما درتي لي خيشه اليوم كاع ما درتي لي خيشه ولا داير لي طابه راه زياكي تبارك الله الحاج هشام وصافي الاحوال وتهلا لينا في هذا الراجل اسي من رئيسه ايوا وبشحال بعتي الشي؟ شي 70 درهم ابو الزيتون والكبده والقلب؟ واللي بغى التقلية شحال دايرة درك؟ علي 40 درهم. أو تنقص سيد جيار أخرى؟ سيدة شعبان هذا. سيدة شعبان أييه. وكاين مليحة زيد. المليح كاين عرفت كاين. والحب الراس بشحال غتبيعي؟ الراس 12 من أبو الزيتون. وبحالك بحال هشام أسي. أه؟ وحسن وحسن تتهلا في هاد الناس صحابي مان والله الا صحابي تتاخذوا عندو ديما ولا اليوم تصبر معاكم ولا والو والو ياك انا ما تيقش فيه انت شكرتيه الله يعمر لي الدار ما كانش فيه شي حاجه معاه ياك واش كنت تدخل هنا؟ هات ولدي بطاليا هذا سيدي انا كنقدم التهاني لولدي كمال مرحبا بطاليا مرحبا شكون اسمه؟ ولدي مالو كمال صافي بحالك انت بارك هنا وحداني بابا بطاليا انا خويا بارك عليا انا الحمد لله فاطمه بارك كريم مرحبا مرحبا تنحيي جميع الحباب تونا داخل الوطن وخارج الوطن الله يرحم الوالدين اهلا وسهلا بكم جميعا.